بمظاهرة نطالب بالمعتقلين، وما راح نتراجع عن هذا المطلب. نحن حضرنا، نحن والعالم والشعب كله بأي بلد كان عم يطالب بالمعتقلين، وبدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين غصب عنك يا بشار الأسد. بدنا المعتقلين اليوم، بكرة، بعد بكرة، بعد سنة بدنا المعتقلين، وما راح نتراجع عن هذا الطلب. والله يعطيكم ألف عافية. صاحت أم الشهيد قلت له يا ولو سلامات وعسى يوصل لك المعتقل سلامة. الرحمن الرحيم. نحن مجلس أحرار ثورة سورية وأبناء ثورة سورية في مدينة عفرين، قمنا في مظاهرة لفتح الجبهات وأخراج المعتقلين. نحن بعد 11 سنة ثورة، بعد مليونين شهيد، بعد مليون معتقل، بعد 7 ملايين مهجر، نحن ما جينا لنبرق في عفرين أو نبرق على حدود أو نبرق في المخيمات. نحن بنطلب من المجتمع الدولي، بنطلب من أخوتنا الأتراك بفتح الجبهات إن شاء الله وإخراج المحتل الإيراني من بلدنا وترجيع المهجرين كلها على سوريا. ما خرجنا بثورتنا إلا لإسقاط النظام الظالم. لم نخرج في ثورة لكي نجلس في خيامنا ولكي نهجر ونظلم، إنما خرجنا لكي ننتصر. الله أكبر، الله أكبر. هي الأيام والدول وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى نصرا؟ فأين الله والقدر؟ يا ثائر، يا ثائر قيود الأسر بيدك، حررها. ويا ثائر كلماتك ضد الظلام، حررها. لك يا مقاتل بالجيش الوطني لأرضك، لك يا مقاتل بالجيش الوطني لأرضك، حررها. الأرض أغلى من الدولار وأغلى من الذهب. بدنا نرجع أرضنا. بارح شفتوا شو صار، كل من بالباص طار. بارح شفتوا شو صار، كل من بالباص طار. بارح شفتوا شو صار، كل من بالباص طار.